ووجه محافظ صلاح الدين في اجتماع خلية الأزمة بالبدء بالعمل في جميع القطاعات بشكل متوالي، مبينا أهمية وضع الاحتياجات بالحد الذي يمكننا من العمل في قضاء بيجي وناحية الصينية المنكوبتين. يعني هذه راح نبلش بها يوم 1/1، بحيث احنا يوم 30/1 من زين الاعمال نقوم بها. بعدين من خطه التنميه الاقاليم ومن الخطط الاخرى والعقود اللي عندنا اخرى نكمل الاحتياجات، بس احنا نريد نوفر الاجواء.